طوابير هنا وهناك ومقتنيات كبيرة لمنتجات عدة. السبب غدا أول أيام رمضان. هكذا تتجهز أغلب العائلات الجزائرية للشهر الفضيل. السيناريو يتجدد. قلنا صوني نشري زعما نقولوا قضيه تاع قيس شهر باش من بعد ماشي كل يوم نروح نشري نشري نشري. ونشري حوايج ليسونسيال برك فقط هذا ما كان. نبغوا قبل رمضان نشرو باه في رمضان ما نخرجوش، ما كانش اللي يبغي يخرج يشري. راك تعرفنا كاع مقلقين، الشعب تاعنا كاع مقلق، والحمد لله رانا نجوا لهنايا كل حاجه متوفره، نشرو جلوبال تهنا. اقتناء المواد الغذائية اللازمة فقط هي ظاهرة باتت نادرة في المجتمع الجزائري. رغم وجود السلع والمواد الغذائية في الفضاءات التجارية طول السنة وبالكميات المطلوبة. احنا عقليتنا كي يبدا رمضان ما نخرجوش، نحبوا نقعدوا في الدار، دونك لا فام الفو تو تاشتي دون سول كو وتقعد في الدار وتشري غير تاع شويه هكذا خفيف. مي ميم الحفايس اللي ماشي موافق تشريهم تشريهم. صح سي فغي باسكو اون ديغي نسخفوا قبل ما يلحق رمضان. سيك شري بالعقلانيه، كل سمانه ولا 15 يوم عندك دير ان بروغرام واش تشري اون ليست وروح شري اللي خصك. رمضان هو شهر الصوم وتهذيب النفس على الاعتدال في المأكل والمشرب، لذلك إن التصرف العقلاني للمواطن يمكنه من التفرغ للعبادة ويحفظ صحته وماله في الشهر الكريم.